بص يا سيدي، يأجوج ومأجوج ما كانش اسم شخصين زي ما الاسم بيوحي، لأسامي لقبيلتين من نسل يافس ابن نوح. قبيلة يأجوج اسمها متاخد من أجيج النار، وده معناه شدة التهابها، وقبيلة مأجوج اسمها متاخد من الماء الأجاج، واللي هو شديد الملوحة لدرجة انه بيحرق من كتر ملوحته. الغريب ان شكلهم كان مميز عن البشر، وشهم عريض ومسطح ومليان، وشعرهم اسود محمر وعيونهم صغيرة. اقوياء جدا ومحدش يقدر عليهم، اعدادهم كبيرة، وعايزك تتخيل معايا كمية الافساد اللي في الارض اللي هيعملوها، خصوصا انهم اكتر واقوى. اللي حصل انهم كانوا مفسدين في الارض، وكان مفيش قبيلة حواليهم الا ودمروها. كانوا بيسرقوا اي ارض ويقتلوا الناس ويهربوا. في الوقت ده ظهر ذو القرنين، واللي كان معروف عنه انه ملك صالح، وحسب الايات في سورة الكهف فهو كان ممكن في الارض، ربنا اداله كل الامكانيات اللي تخليه يفرض سيطرته. ذو القرنين ما كانش نبي، ولكن ربنا ملكه مفاتيح العلم، فبقى في ايده العلوم اللي كانت متاحة للانسان وقتها، وكان عارف يتصرف بيها ازاي. ربنا اداله الاسباب، وهو قدر يتدبر الاسباب دي، وكان بيمشي في الطريق اللي ربنا سمح له انه يمشي فيه علشان يوصل لمراده. كان بيمشي بجيشه في شرق الارض ومغاربها علشان يرسي حكم الله في الارض، ويقيم العدل والصلاح في كل مكان يروحه. ومن ضمن رحلته انه اتجه للغرب لحد ما وصل لمغرب الشمس. بس ايه هو مغرب الشمس؟ المقصود انه وصل لاخر ارض معمورة بالسكان، والتحرك ده كان واخد اتجاه الغرب. فلقى الشمس بتغرب على ارض زراعية مليانة عيون، فوجدها تغرب في عين حمئة، والحمئة يعني الرماد، والمقصود بيها انعكاس الطين اللي في الارض على العيون اللي في الارض. ده كان بيهيئ للعين ان لون المية اسود، فبقى شكل الشمس انها بتغرب كأنها داخل عيون المية السوداء. المهم ان اهل الارض دي كانوا ناس ظلمة، فربنا خير ذو القرنين، يا اما يعذبهم بظلمهم او يعاملهم بالحسنى. الظالم المفروض انه يستحق العذاب اللي هيقع عليه، لكن ايه وجه الاحسان اللي هيتعاملوا بيه؟ الاحسان هنا انه يعرفهم، لانهم اكيد غافلين ومحتاجين اللي يذكرهم ويرجعهم عن ظلمهم. وكان قرار ذو القرنين ان من ظلم فسوف نعذبه، ولاحظ انه قال فسوف، وده كان دليل انه مش هيحاسب حد باثر رجعي، هو هيعرفهم غلطهم الاول وبعد كده يديهم مهلة، واللي يرجع للظلم تاني هو اللي يستحق العذاب. وابتدى يأسس للعدل في القرية اللي هو فيها، ويبدل الدولة الظالمة بدولة جديدة منصفة. اتجه بعد كده لمشرق الشمس، وده ممكن يبقى سبب تسميته بذو القرنين، لانه بلغ قرني الارض من مغرب الشمس لمشرقها. ويقال انه كان لابس خوذة عليها قرنين زي بتوع المغول، ويقال انه كان عالم ومؤمن وقدر يطبق الاثنين مع بعض. اختلفت الاقاويل، ولكن النتيجة كانت واحدة، مش هيفرق معانا اصل وسبب التسمية، المهم ذو القرنين عمل ايه. المهم ان ذو القرنين وصل للمشرق، ولما وصل لقى ناس مفيش بينهم وبين الشمس اي ساتر، واغلب الظن ان الارض نفسها ما كانش بيثبت عليها اي مبنى، او يقال ان البلد دي الشمس كانت بتفضل مشرقة فيها لمدة 6 شهور. المهم انهم كانوا متعرضين للشمس طول الوقت، وكانوا بيهربوا منها بانهم يستخبوا في المية، ولما الشمس كانت بتغيب كانوا بيطلعوا ويمارسوا حياتهم بشكل عادي. ما نعرفش ذو القرنين عمل معاهم ايه او ساعدهم ازاي، لان القرآن الكريم ما ذكرش تفاصيل كتيرة عن القصة دي. ذو القرنين كمل مسيرته لحد ما وصل لقوم عايشين بين سدين، ويقال انها منطقة بين جبلين او فيها جبال كتير، الجبال اللي يأجوج ومأجوج ساكنين عندها. وربنا قال عن الناس دي انهم لا يكادون يفقهون قولا، وده كان ليه تفسير عند بعض العلماء انه من شدة المصيبة ما كانوش قادرين يعبروا، وفي علماء كان ليهم رأي تاني انهم كانوا بيتكلموا بلغة غريبة وصعبة، وفسر علماء انهم ولا كانوا بيسمعوا ولا بيتكلموا، وتعاملوا مع ذو القرنين بالاشارة. المهم ان الناس دي كانت عارفة ذو القرنين، وده يبين ان اسمه كان مسمع في الارض. طلبوا منه انه يبني لهم سد يفصلهم عن يأجوج ومأجوج. ذو القرنين وافق انه يساعدهم، وكمان رفض انه ياخد منهم اي مقابل، شرط الوحيد انه كان عايز ناس تشتغل معاه، لان الموضوع كان كبير ومحتاج ناس كتير. ومن بلاغة القرآن الكريم انه صحح المطلوب منهم انهم يبنوا ردم بدل السد، والفرق هندسيا ان السد بناء حي، اما الردم فيعتبر بناء ميت. السد ليه عمر افتراضي بيقعد لعشرات السنين، وبعد كده تنتهي صلاحيته ويتهدم، اما الردم بناء من الاصل ميت فبيعيش الى ما شاء الله. ابتدوا فعلا انهم يبنوا الردم، وطلب منهم حديد وعمل منه
ألواح متساوية، وحطوا الألواح مع بعض بين الجبلين وابتدوا ينفخوا فيها النار علشان تحمى، ولما احمرت جابوا نحاس سايل ودلقوه عليه وهو سخن، وبكده اتفاعل النحاس مع الحديد وعمل حاجتين: صنع سد مانيع وقوي صعب حد يكسره، وخلى الردم نفسه أملس وده مستحيل حد يتسلقه. وربنا قال: فما استطاعوا أن يظهروه. ومن ساعتها وقوم يأجوج ومأجوج محبوسين في مكانهم على الأرض، وخروجهم هيكون علامة من علامات الساعة. بيتحكي في حديث خروجهم انهم كل يوم بيحاولوا انهم يهدوا السد كل يوم وبكل قوتهم ومش بيعرفوا، فبيبان ليهم أشعة الشمس من ورا السد. كده بيبقى خلاص السد قرب يتهدم. قائدهم بيقول لهم: تعالوا بكرة نكمل. ولما يرجعوا تاني يوم بيلاقوا السد زي ما كان، ولا كأن في أي حاجة حصلت، فيحاولوا من أول وجديد لحد ما هيجي يوم ويقول لهم القائد بتاعهم: تعالوا بكرة نكمل إن شاء الله. فييجوا تاني يوم ويلاقوا السد زي ما سابوه، فيكملوا عليه ويتهد السد بأمر الله، ويخرجوا ساعتها على البشر ويقضوا على الأخضر واليابس. يقال إن في مجموعة منهم هتعدي على بحيرة فيشربوها كلها مرة واحدة ويخلوها أرض ناشفة ما فيهاش ولا نقطة مية، ويفضلوا يفسدوا في الأرض لحد ربنا ما يبعت لهم النغف، والنغف ده اسم الحشرة اللي بتبقى موجودة في أنف الجمل، فيقضي عليهم. وسبحان الله نهايتهم تبقى على أهون سبب. في كاتب اسمه منصور عبد الحكيم كتب كتاب اسمه يأجوج ومأجوج من البدء حتى الفناء. قال في الكتاب ان في مجموعة من يأجوج ومأجوج ما دخلوش ورا السد، وقت بناء السد كانوا في واحدة من غاراتهم في الأرض، ولما رجعوا أرضهم لقوا السد بنا وفضلوا بنا. القبيلة دي اللي خرج منها الهون والمغول، لأنهم كان ليهم نفس الصفات والشكل والتعامل الوحشي، وكلنا عارفين اللي عملوا المغول في بغداد وكمان اللي عملوا الهون في أوروبا. وأنا عامل حلقة بتتكلم عن أتيلا الهوني اللي كان شكل من أشكال وحشية الهون في التاريخ، هتظهر لك على جنب الشاشة من فوق وهتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. ونيجي لنقطة مهمة: رحلة البحث عن يأجوج ومأجوج. الرحلة دي حصلت سنة 232 هجرية لما أمر الخليفة العباسي الواثق بالله بالبحث عنهم. الخليفة صح من النوم بعد ما شاف كابوس مرعب، السد بتاع يأجوج ومأجوج اتفتح، الرؤية رعبته فحب انه يطمن، فبعت يطلب شخص اسمه سلام الترجمان وطلب منه يروح للسد ويطمن عليه. سلام الترجمان خد معاه 50 راجل واتجهزوا على اكمل وجه علشان الرحلة الغريبة والخطيرة. الخليفة اختار سلام لانه كان بيتكلم اكتر من لغة، وكل واحد خد من الخليفة 10,000 دينار، وبعت معاهم رسالة لحاكم مملكة من الممالك اللي هيعدوا عليها. رحلتهم بدأت من مدينة سمراء او سرة مراء، وفضلوا ماشيين لحد ارمينيا. لما وصلوا ليها الحاكم سمح لهم بالمرور وعمل لهم كل اللي محتاجينه، وفضلت رحلتهم مكملة لحد ما وصلوا مملكة الخرز. ملك الخرز بعت معاهم 5 رجالة علشان يكونوا دليل في رحلتهم، وفضلوا ماشيين لمدة 26 يوم لحد ما وصلوا أرض سودة ما فيهاش حياة، وبعد مسيرة 10 أيام خرجوا منها ودخلوا بعديها في بلاد متدمرة. ولما تسأل عن أسباب هلاكها اتقال لهم ان يأجوج ومأجوج هم اللي خربوها. فضلوا ماشيين فيها لمدة 27 يوم، وصل سلام واللي معاه لبلد قريبة من السد. العجيب وزي ما بيقول سلام انه لقى فيها ناس مسلمين. اهل المدينة سألوهم: انتوا مين وعايزين ايه؟ سلام قال لهم: احنا رسل امير المؤمنين. الناس اتعجبت: مين امير المؤمنين وفين مكانه؟ قال لهم سلام انه في سمراء في العراق. كانت إجابة أهل المدينة إنهم عمرهم ما سمعوا عنه ولا يعرفوا أي حاجة بسبب عزلتهم عن العالم. بعدها خرجوا من المدينة لحد ما وصلوا الجبل أملس مش عليه أي زرع نهائي. وصف سلام السد بكل دقة، قال إن الجبل مقطوع بوادي عرضه 150 دراع والدراع بيساوي 46 سنتيمتر. كان هناك في عمودين على جنب الوادي وكل عمود عرضه 25 دراع، وشاف باب حديد ضخم أطرافه بين العمودين وطوله 120 دراع، وفوق الباب بناء بالحديد والنحاس وواصل لأعلى الجبل. ووصف ارتفاعه انه على مد البصر، وشاف على الباب قفل كبير ارتفاعه عن الارض 25 دراع. كان عند الباب قلعتين وكل قلعة فيهم طولها 200 دراع. في قلعة منهم كان فيها باقي الآلات اللي اتبنى بيها السد، وكانت القلعة التانية فيها مجموعة من الفرسان كل جمعة كان بيخرج منها قائد و10 من رجالته علشان يضربوا القفل 3 مرات علشان اللي ورا الباب
يسمعوا الصوت فيعرفوا ان في ناس بتحمل باب، وكان الفارس واللي معاه بيطمنوا ان اللي الناحية التانية من الباب ما بيعملوش اي حاجة جديدة. سلام سألهم هل شافوا اي حد من يأجوج ومأجوج؟ قالوا شفنا عدد منهم في مرة، لكن في رياح سوداء جت ورجعتهم مكانهم. بعدها رجع سلام للعراق بعد رحلة استمرت لمدة 18 شهر، ودي كانت رحلتهم بشكل مختصر، لكن فين مكان السد بالتحديد محدش يعرف، لكن في خرائط لابن حوقل والإدريسي بتبين مكانهم، المكان اللي بيشبه لحد كبير لرحلة سلام ترجمان. والحد هنا انتهت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم أحمد عوض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.